insanları tutalım. Bu insanları tutalım. Çevir, çevir. Ya Rabbi. Çevir. Ark, ayaklar gitsin. Çevir. Ya Rabbi. Tekbir! Allahu ekber! Arkadaşlar, içeriden çıkan insan şu anda hassas. من الحدود السورية التركية وتحديدا من مدينة أنطاكيا نلتقي مع السيد أحمد الزين، وهو أحد المتطوعين السوريين الذين قدموا إلى هذه المدينة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض بعد حادثة الزلزال. أنا أحمد من مدينة إسطنبول، نعمل بالإنشاءات معدات ثقيلة. عندما علمنا في الزلزال في مناطق الحدود التركية فطوعنا أنا والشركة والشباب المعنى، ونزلنا الكبتشايات والحفارات والمعدات على مدينة أنطاكيا، وبدأنا العمل على إخراج العالقين منها. استخرجنا الميتين أكثر من العايشين، يعني خلال 4 أيام تم استخراج تقريبا 75 جثة سورية ميتين، مقابلهم 3 جثث سورية عايشين. الأحياء من 5 دقائق تقريبا الله أكرمنا، من 5 دقائق الله أكرمنا الحمد لله رب العالمين. هون لو تدير الكاميرا، من 5 دقائق الله أكرمنا الحمد لله استخرجنا امرأة سورية عمرها 57 سنة اسمها ماجدة الحمد لله رب العالمين. بعد 6 أيام هي تحت الأنقاض، هي عايشة الحمد لله، والآن نعمل على استخراج زوجها إن شاء الله، زوجها ابنها يعني من عيلتها الحمد لله. سيد الحمد لله رب العالمين، في كتير شباب سوريين تطوعوا، يعني إن كان بأنطاكيا إن كان بمرعش، يعني كتير شباب سوريين الحمد لله إجوا، وحتى العيال السورية الموجودة هون الأولاد تحت الأنقاض كانوا متطوعين معنا باستخراجهم. إيه شعورك بعد استخراج مثلاً، خلينا نحكي إنه 4 أشخاص أحياء؟ يعني شعور لا يوصف، يعني هو شعور محزن وشعور فرح الحمد لله. الشعور المحزن إنه هالشباب اللي استخرجناها كلها بداية عمرها، عيال كانت كلها يعني مكبسة فوق بعضها، شباب بنات، يعني الله يكون بالعون. والحمد لله الله أكرمنا اليوم طلعنا هاي الأمرأة السورية، كانت يعني فرحة لقلبنا، كان سورية لكان تركية، يعني هاي فرحة الحمد لله رب العالمين.